صار معي موقف اليوم اللي انا بدي اشاركه فيه اللي وجعني قلبي على الشب. وبهذا الفيديو انا بدي اوجه رساله للاميات وللنساء وللحماوات اللائمات المكيودات. كنت بمحل مش رح اذكر اسماء وين واي منطقه، فات شاب لابس محبس مبين انه عريس، فاتت معاه مره مش مبين، يعني هي امه حماته عمته مش مبين صراحه، مش مبين. وانا مش ايش بيعنيني يعني اتدخل فيه، بس الحديث اللي صار حوالي عرفت انه من الناس اللي كان عنده ان هي حماته. قاعد حاطط اجر على اجر هيك مهموم ولابس محبس وساكت، وانا بتعرفوني بحب الحياه واكشن وطاقه بالمحل وبحكي وبمزح وبحكي معهم وبناخذ وبنعطي، زبوني عندي يعني. بقولوا لي ياتو هذا عريس، طلعت عليه هيك بقول له اسمع مني هدا العشره، صار يضحك بقول لي ما اياها معي، بس انا ما عرفتش عمين قصده اياها معي، ما عن جد ما اخذتش واعطيت، وكمان شغلي شوي ولا هي فايته. لما طلعت شفتها انا طبعا، شفت قديش في شر بعيونها، وانا بقرا طاقات شفت قديش عندها طاقه سلبيه، وقلت بعالي الله يعينك يعينك ويعين الشباب اللي زيك، عن جد الله يعينكم. لما طلعت عرفت ان هي حماته، ولاي هالزلمه شو راح يعاني، ولاي هالزلمه شو راح يشوف. فانا بحب اقول للحماوات المكيودات اللائمات، اتقوا الله في حالكم في بناتكم في ولادكم، وزي ما بقول دائما فيديوهاتي كل ظالم بيجي يومه، بقول كمان كل انسان انسانه امراه زوجي ام فتاه حماه ظلمت وكانت سبب في مشاكل، هي كمان راح يجي يومها. ف يعني انا مش قادر استوعب عريس رايح على محل اكس معين، جوز عريس بنتك رايح على محل، شو دخلك انت يا حماه؟ انت الحماه ليش بتتدخل؟ بس فهموني اقنعوني ليش الحماه بتتدخل؟ مش واثقه مثلا؟ مش مركني مثلا؟ بدها تشوف بنظرها بعيونها بدها ترتاح؟ طب ليش متجوزي مثلا؟ ليش متجوزه؟ يا الحماه بتصاحب اللي بدها تناسبه، يا ما تصاحبوش ما تفوتش بهذا المشوار. يعني انا شفيت على الزلمه، طلع الزلمه والله العظيم شفيت عليه قلت يا ويلي هذا مش مطول، وضعه صعب مش مطول. ف انا بعرف انكم بتستنوا فيي بسلسله الفيديوهات، بعرف تفكروش انه شغل على الفيديوهات هوين، وبعرف انكم متشوقين تسمعوا القصه وتسمعوا شو صار معي وتسمعوا بدايتي ومحطات نجاحي ومحطاتي كلياتها في حياتي، كل شيء بوقته حلو، ملان عندي حكي راح احكي، صدقوني راح احكي كل شيء بوقته حلو، راح اشارك وراح احكي وراح يكون الحكي مش بس بدي احكي انا بس عشان بدي احكي، لا 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 لا، انا بدي احكي عشان بدي اوصل رساله، بدي اوصل صوتي، بدي اوصل صوتي، هذا صوتي اللي انا المسموع على كثير صبايا من جيلي، بدي اوصل لك اياه يا مره يا صبيه يا فتاه، تفتحي عيونك وتشوفي شو في حواليك، بلاش تضلك مغبشه اسم الهب، لانه فيش اشي اسمه هب، كله كذب. حبوا الحياه وعلى الاكشن.